دايما 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 بنقول انه النهارده اي حد عايز يعمل اي حاجه، اي حد عايز يثبت او يظهر موهبه ايا كانت هي ايه، او عايز يوصل للناس، يقدر يعمل ده من غير وسيط، من غير ما يروح يخبط على باب قناه مثلا لو هو مبدع في اي حاجه ويقول لهم يا جماعه والنبي ادوني فرصه يا جماعه شغلوني والكلام ده كله. النهارده السوشيال ميديا، الديجيتال ميديا كلها بقت وسائل، او الاعلام الرقمي كلها بقت وسائل ان احنا النهارده نوصل للناس، نوصل اللي احنا عايزينه ونقدم نفسنا باي شخصيه احنا حابين نقدمها. والله لو التجربه نجحت بنكمل، ولو ما نجحتش بنشوف حاجه تانية ونعملها وبرضه نوصل للناس. هو ده بالظبط اللي حصل لضيفتي دلوقتي. الحقيقه طبيعي جدا لما يبقى في موسم كروي ايا كان بقى، كاس عالم يعني امم اوروبيه، دوري مصري حتى ايا كان، يعني يكون في تحليل ستاتسز، في برامج كتيره جدا موجوده اونلاين غير بقى بتاعت المحللين الكبار الجامدين دول يعني، لكن في برامج موجوده اونلاين كلها للتحليل الكروي. طبيعي تبقى من ولاد، لكن لفت النظر كانت ان هي كانت بنت، وبنت فعلا كانت بتحلل ولا اجدع محلل كروي، ومن هنا جت 180 ثانيه يورو. النهارده برحب بضيفتي وهي الاء عمر، معقدة رياضية وكان عندها الشو بتاعها 180 ثانية يورو، واللي اختتم فعالياته مع الفاينل او مع النهائي ما بين البرتغال وما بين فرنسا، واللي كسبت فيه البرتغال. صباح الخير. صباح الكل، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. حكايتك مع الكورة اصلا قبل ما نخش بقى حكايتك مع البرنامج؟ انا بحب الكورة من وانا طفلة صغيرة، بس كان حب كورة يعني، ما كنتش طبعا مدركة قوي او فاهمة يعني. انا بنت وولدين كمان في البيت يعني، كنت بلعب بقى معاهم في الشارع. انت صغيرة؟ انا في النص. في النص. فكنت بلعب بقى معاهم كورة في الشارع، بنلعب بلاي ستيشن في البيت، بعدين بدأت اتفرج على كابتن ماجد، بعدين الكورة الكاميرا في الملعب. بدأ من زمان قديمة بقى بالظبط كده. بس بعدين بقى لما دخلت الكليه دخلت اداب اعلام، ومن هنا بقى بدات اتخصص في مجال الاعلام الرياضي. هاي حلو قوي. الاعلام الرياضي ده بالنسبه زي ما قلنا تاني ان البنت تتخصص فيه، دي حاجه مش طبيعيه، مش حاجه متعودين عليها يعني. ايه اللي شدك انك ممكن تكوني بتحبي الكوره، ممكن تكوني بتلعبي مع الولاد في الشارع، ممكن الكلام ده كله، لكن انت تتخصصي ده الى مجال شغلك، ايه الحكايه؟ هو الموضوع كان فيه تحدي شويه، لان ان بنت بتتكلم في الكوره في المجتمع عندنا ده شيء صعب شويه. طبعا. فانا بس انا كنت صعب ليه؟ صعب عشان خاطر هو غريب مجرد بس كده، ولا في اسباب تانيه؟ علشان هنا المجتمع، مش المجتمع بس، نقول ان في ولاد كتير بيشوفوا ان البنت مش هي يعني الكوره دي مش بتاعتها. بيشوفوا ان البنت انت ما لعبتيش ما عملتيش، فانت بتتكلمي على اي اساس في الكوره يعني. فشويه في ولاد كتير جدا فانز رهاب للكوره وشرسين. ده حقيقي، وحتى الفتره الاخيره البنات بدات تتابع الكوره بشكل اكتر بكتير من قبل كده يعني. مش خاطر هو اللعيب شكله حلو، عشان خاطر هم فعلا مهتمين بالكوره وباللعبه. ده حقيقي. في بنات، بصوا في ناس طبعا بيهتموا حتى بالشكل، بس انا حتى كنت كاتبه قبل كده مقال فكنت بقول فيه انه يعني حتى لو ده يعني موجود فخلاص يعني، هم نسيبوا حد براحته وماله. ها بالظبط. هو مش فيه ولا بيتفرجوا على افلام وكده عشان خاطر البنات شكلها حلو ومبسرات شكلها حلو، ايه اللي في ناس بتتفرج على التنس علشان ماريا تشاربوها شكلها حلو مثلا مثلا. ايوه طيب وبعدين بس انا يعني زي ما بقول لحضرتك، انا حابه الفيلد جدا، فكنت حابه ان انا اكمل بقى على نفس الاتجاه ده يعني، حتى لو الموضوع فيه تحدي او الموضوع فيه صعوبه شويه او حاجه يعني. طيب تعالوا نشوف كده اجزاء من البرنامج عشان احنا بنتكلم على ايه. زي ما قلنا الاء نقلت تجربتها للسوشيال ميديا للديجيتال ميديا، وقررت ان هي تكون ناقده رياضيه بجد بقى ببرنامج 180 ثانيه يورو. تعالوا نشوف ونرجع تاني. بالظبط 180 ثانيه بالظبط هو ده وقت التحليل. انا سالت كده، كنت عندي يعني حب استطلاع، عايز اعرف هي بتعمل كده، بتحفظ الكلام بتقسمه او بتلخصه في 180 ثانيه ازاي؟ قالت ان هي بتكتب سكريبت وبتحفظه كمان على حسب يعني على حسب عدد الصفحات مقارنه بالوقت الموجود على الشاشه. مظبوط؟ لا حقيقي فعلا، انا بكتب السكريبت وبعدين بحفظه. هو انا كده كده اوريدي متابعه، وانا يعني مش عارفه النقط يعني. بالظبط، وانا معايا الاعداد، حد معد يعني معايا اسمه احمد العريان، بنكتب الاعداد مع بعض. فبالتالي انا كده كده ببقى عارفه يعني. وانا انتوا كام بالظبط؟ انتوا كام واحد في الفريق؟ يمكن سبعه اكتر. يا انت بتصوري في البيت؟ في البيت عندي استوديو منزلي يعني. يعني انا حتى في اول حلقه قلت كده يعني، بدات دخلت الكلام كده عادي، بعد كده قلت لهم وعلى فكره ده البيت بتاعي يعني، بعدين فتحنا بقى الكاميرا وبان بقى البيت يعني في وسط الريسبشن كده. طب حلو قوي، احكي لنا كده الموضوع بقى زي ما قلت انت تحولي ده لفكره تجربه ده البروجرام وتبقى موجوده والكلام ده كله، ايه اللي خلاكي تعملي كده؟ انا في 2014 مع كاس العالم في البرازيل قررت ان انا اعمل شو اونلاين. انا حاسه ان انا عندي يعني موهبه ولو بسيطه، وعندي طاقة كبيرة عايزة أطلعها، وزي ما أنت حضرتك قلت في الأول كده، مش يعني مش هستنى بقى أخبط على باب مكان أو أروح يعني. فعملت كده حاجة أونلاين،
بس ما طلعتهاش للناس، لان لما قيمنا التجربه بصفه عامه لقينا ان ناقصها حاجات كتير، فقررت اني ما اغامرش دلوقتي. في 2015 عملت حاجه عن الدوري المصري ونفس الفكره برضو، لما جينا نقيمها لقينا ان ناقصنا كتير فقلنا مش هنطلعها برضو. يعني صبرتي وخدتي وقتك وعملتي ورش، والموضوع ما كانش على طول كده يعني. اه ده حقيقي، احنا بقالنا فتره شغالين على الحاجات دي يعني. بعدين بقى في 2016 كنا يعني واخدين قرار ان احنا نشتغل مع يورو، فده اللي حصل الحمد لله. والفكره كملت بعد شويه مناقشات كتير، هنقعد فين، هنصور فين، هنأجر استوديو، لقينا التكلفه غاليه قوي. فاللي معايا اقترحوا عليا ان لو عندي حيطه في البيت فاضيه هيجيبوا لي مهندسه ديكور وهنشتغل عليها. انتوا مين بقى، كام واحد؟ هتقول سبعه، ومين هم؟ انا معايا اخراج احمد فتحي، معايا بروديوسر محمد طاهر، ومعايا بوست بروديوسر امير الشناوي، معايا مهندسه ديكور لينا حلمي، مدير تصوير بنت اسمها لوجين النقلي، ومعايا تصوير شريف عاشور، واعداد احمد العريان، ويا رب ما اكونش نسيت حد. اه ومعايا مساعد مخرج، معلش، مريم عادل ونور نصر الدين، معايا اثنين. كل ده بتعملوه في فري، في اوف تشارج كده يعني؟ بتعملوه ده يعني حاجه تطوعيه يعني؟ كل الكرو اللي معايا هم اصحابي فبيساعدوني، محدش منهم خد اي حاجه خالص بدون اي مقابل. التكلفه كلها كانت على الديكور وعلى طبعا الاضاءه ومهندسين. اه لا لازم ناجر الحاجات دي طبعا يعني. طبيعي لازم يعني، ده حقيقي. طيب ايه اصداء بقى التجربه دي؟ يعني انت نزلتي اول حلقه قلت يلا بقى وهنغامر، يعني ايه اللي حصل؟ وصلت ل 20,000 فيو اول حلقه، مظبوط؟ مظبوط. ايه اللي حصل بقى؟ اتخضيت لان انا ما كنتش متوقعه بصراحه ان هيحصل النجاح كده وكبير يعني ليها. كنت خايفه طبعا قبل ما ابدا الحلقه، وابدا قبل ما ابدا اصلا البروجرام، بس اول ما نزلت اول حلقه لقيتها انتشرت بشكل واسع يعني، حتى لقيت اعلاميين على شويه رياضيين، ناس كتير قوي بتعملها شير ومبسوطه بالتجربه. فاتخضيت يعني التعليق ان بنت، يعني دي كانت اكتر حاجه لفت نظر الناس، ولا كان في حاجات تانية كان بيعلقوا عليها؟ التعليق ان انا بنت وان انا خدت التجربه دي باقل الامكانيات المتاحه ومن البيت يعني، ما استنيتش اي حاجه تانية. ما كانش في اي تعليق ان انت فعليا فاهمه بتتكلمي في ايه؟ الناس كانت مبسوطه من ده جدا، ان هم مستغربين ان بنت وبتتكلم بفهم ونطق الاسماء للعيبه او للفرق بشكل صحيح. فكانت دي حاجه بتاكد لهم ان انا مش بتكلم في الكوره كده وخلاص يعني. طيب ايه بقى اللي جاي؟ يعني ايه اللي بعد التجربه دي؟ اللي جاي 180 ثانيه من غير يورو، 180 ثانيه بريمير ليج ان شاء الله، من عبايه الدوري الانجليزي. ناويه كمان على تشامبيونز ليج واليوروب ليج، برضه يبقى فيه ملخصات كده زي اليورو يعني. برضه تبقى تجربه برضه من البيت ومش عارف ايه وكده، ولا هتحبي بقى تطوري الفكره شويه؟ جالك بقى اوفرز؟ انا عارف انت اصلا كده كده يكون ليكي تواجد مع كابتن احمد شوبير على سبيل المثال. اه ده حقيقي، بنحلل الماتشات على خفيف كده يعني. حلوه قوي، بس اكيد انت يعني هتطلعي من ده بحاجه اكبر، جالك مثلا اوفر من قناتك دي موجوده بقى بشكل واضح يعني، ولا لسه بقى، ولا ايه؟ انا جات لي اوفرز بس كانت بسيطه قوي يعني، الديلز بتاعتها ما كملتش. فانا مضطره ان انا اكمل طبعا زي ما انا في البيت، بس هنطور شويه الفكره يعني، احنا لسه ككرو بس واخدين راحه شويه. بعدين هنقعد مع بعض بقى نتكلم نشوف ايه اللي محتاجين نضيفه يعني، لازم هيكون في تغيير بس برده في خلال ال 180 ثانيه يعني، مش حابه ازيد عن كده عشان جمهور الانترنت صعب قوي، لو حد فاتح حتى من الباقه بتاعته على الموبايل يعرف يتفرج عليا ما يزهقش مني يعني. طبعا انت شايفه الاعلام الرياضي في مصر بشكل عام بقى، انت كواحده بقى متابعه قبل ما تكوني كمان دلوقتي بقيتي عامله فيه يعني، ايه اهم الحاجات اللي محتاجها الاعلام الرياضي او ناقصها وحاسه ان احنا ممكن نشتغل عليها بقى كجيل شباب؟ هو انا عايز اقول لحضرتك ان انا مش بتابع اصلا الاعلام الرياضي المصري بشكل كبير قوي. بتابع العالمي اكتر؟ انا بتابع بره اكتر. يعني بتفرج اونلاين وبتفرج على قنوات بره يعني اكتر من هنا. يعني انا حاسه ان لسه ناقصنا كتير قوي يعني، الصوره بشكل عام، الاخراج يعني، في حاجات كده كتير قوي هناك بيعتمد ان الحاجه تطلع بشكل سامبل، اهم حاجه المضمون بتاعها ايه. هنا يمكن بنهتم بحاجات كده كتيره فوق بعض، فبالتالي بنقع بقى في عناصر كتير. فدي مشكله يعني. والبنات في الرياضه دي حاجه تانية برضو، لان اكيد اول حاجه هتساليها طبعا طالما انت بنت وفي الكوره والكلام ده كله، البنات اخبارها ايه؟ فرق شايفه انه النهارده البنت المصريه محققه، هي محققه في مجالات كتيره حتى في الكوره، احنا عندنا فرق كرويه نسائيه محققين نجاح ورايحين بطولات و الى اخره، شايفه ان ايه تاني محتاجينه؟ احنا عندنا بنات محتاج يعني، البنات اصلا فعلا محققين نجاحات زي ما حضرتك قلت، في رنيم الوليدي ونور الشربيني في الكاش، وفي بنات في مجالات كتير بس عشان ما انساهمش انا بعددهم دلوقتي. شايفه بس محتاجين تركيز شويه واهتمام شويه من الاتحادات، من الاتحادات بتاعتهم ومن الاعلام، لان هم فعلا في بنات كتير ناجحين ومحققين حاجات القاب عالميه يعني، بس مفيش اهتمام، مفيش تركيز عليهم. بس التركيز هو الحاجه الوحيده اللي مطلوبه يعني من الاعلام، لكن مفيش حاجه مطلوبه منهم هم بقى كبنات؟ ما هو لو تركيز، لو اهتمام شويه من الاتحادات هيبداوا يظهروهم اكتر، هيبداوا يوفروا لهم يعني كل الحاجات المتاحه ليهم،
وكمان الاعلام هيبدا يركز عليهم، يعني كره القدم هي الاشهر عندنا علشان خاطر الناس كلها مركزه معاها، لكن هنلاقي ناس تانية اللي بتحقق حاجات في تصنيف عالمي محدش مركز معاهم، يعني عشان كده بيسموه الالعاب الشهيده، هم فعلا كده. طيب انت غير ان انت بقى كنت كل ده مهتمه بيه، ما حبيتيش انك تمارسي رياضه، يعني غير ان انت بتدعي مع اخواتك الكلام ده كله، بس ما شدتكيش انت بس تبقي لاعبه كره قدم نسائيه مثلا؟ والله انا كان نفسي، بس اهلي في البيت ما حبوش ان انا ادخل في مجال ان انا كمان العب كوره، يعني هم بيشجعوني في اللي انا فيه حاليا، بس وقتها لما فكرت كنت لسه في اولى جامعه، كنت لسه عندي 16 سنه، ما رضيوش. كنت رأيك في ما رضيوش وزعلانه واخداها كده على قلبها قوي، يعني كان نفسهم يرضوا. علشان افهم اكتر، يعني اللي بيلعب كوره او بيدرب بيكون فاهم في التاكتكس اكتر بكتير من اللي يعني اللي بيتابع من بره. انت متخصصه كوره ولا ممكن مثلا تنطلقي بالبروجرام بتاعك او بالشو بتاعك ده لاكبر من كده، يعني ممكن بعد كده مثلا تتكلمي على رياضه بشكل عام او 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 كده؟ يعني هو انا بحب رياضات تانية مثلا تنس، مش عارف ايه. ده حقيقي انا بحب الرياضه بصفه عامه، هي الكوره هي رقم واحد في حياتي عامه، مش بس في المجال بتاع شغلي. بس بعدها انا بحب التنس وبحب الهاندبول جدا، ويعني ممكن اخد جوله على العاب كتير، يعني انا اتمنى بصراحه ان انا اعمل لهم حاجه، بس مش عارفه الحاجه دي هيكون مردودها ايه بالنسبه للجمهور يعني، بس انا حقيقه اتمنى يعني. وفي بنات كتيره بقى مثلا، او في بنات بعتوا لك قالوا لك ايه ده احنا مبسوطين جدا بيكي، كان نفسنا نعمل زيك مش عارف ايه كده، يعني بعد التجربه دي؟ ده حقيقي، في بنات كتير بتقول ان هم شايفيني مثل اعلى ليهم، وده بالنسبه لي اصلا مسؤوليه وحاجه كبيره جدا. وفي بنات بعدت لي قالت لي انت شجعتينا، يعني احنا كان نفسنا نعمل حاجه بس خايفين من ردود الافعال. طب وانت ما خفتيش من ردود الافعال؟ كنت خايفه بصراحه، يعني عشان كده اتخضيت من ردود الافعال بعد كده. لكن انا يعني لما طلعت مع كابتن احمد شوبير، هي الناس عارفه شويه، اللي بيتابعني شويه على السوشيال ميديا عارفين اني بتكلم في الكوره يعني. لما طلعت اثبتت للناس من خلال طبعا ردود افعالهم، ده اللي وصل لي، اثبتت لهم ان انا مش واحده بتكتب وخلاص، يعني يعني مش مجرد ان انا برد اكتب شويه كومنتس على ماتش او على لعيبه او كده، اثبتت لهم ان لا انا فاهمه انا بقول ايه. فدي كانت دافع شويه ليا، لان ده كله كان قبل ما انزل في البروجرام بتاعي. طبعا لما طلع بقى خلاص ده اتاكد لهم اكتر يعني. والنهارده لو حد عايز يعمل زي الاء، لو حد عايز يعمل زيك، واكيد برضو جالك مسج زي دي كتير قوي، ده هو قاعد شجعتيني وكده، بس ها بقى طب نعمل ايه، طب مش عارف ايه، يعمل ايه؟ طبعا هي يعني حد لازم يكون جريء يعني ويجمد قلبه ايا كانت النتيجه ايه. هو بس محتاج يعني شويه الامكانيات يوفرها باقل حاجه، انا شايفه ان هو يقدر ينجح، بس لو عنده ايمان بالفكره اللي هو بيتكلم بيها، مش اكتر من كده. مش شرط بقى نقد رياضي كروي، ممكن يبقى اي نوع انواع النقد. حتى مش شرط، حتى لو مش يعني لو مش رياضه، يعني ما في ناس كتير نفسها تكون تبقى مذيعه او اي حاجه. هي تقدر تعمل اي حاجه في اي مكان، يعني حتى لو من البيت زي ما انا طلعت من البيت. ده امكانيات بسيطه جدا يعني. ده حقيقي. الولاد بقى زمايلك بيبصوا لك ازاي؟ بيخلص بقى بيتعاملوا معاك على انك بقى خلاص بقى ايوه نقعد بقى نتكلم في الكوره بقى وتعالى نتفرج على الماتش مع بعض وكده، في كده ولا في استغراب في التعامل؟ انا تقريبا اغلب اصحابي ولاد علشان الكلام في الكوره طبيعي اصلا يعني، فبننزل طبعا على طول نتفرج على ماتشات مع بعض وبنتناقش في ماتشات. طب اصحابك البنات؟ واصحابي البنات مش كلهم بصراحه مهتمين قوي بالكوره يعني، او مش كلهم بقدر الجا لهم ان انا بعد الماتش عايزه اطلع الطاقه اللي عندي من ضايقه. هل في حد فيهم ما كانش بقى استقطبتي؟ اصحابي اللي حواليا بداوا يهتموا، يعني انا حتى ماما في البيت ما كانش ليها في الكوره، بدات غصب عنها تقعد تتفرج وتتابع وتحاول تفهم شويه، تحفظ شويه لعيبه. الاء انا بحييكي بجد، انت تجربه لطيفه جدا ومهمه جدا، لان هي ليها اكتر من بعد، يعني انا مش عايز اكبر الكلام وحاجات كده، بس هو فعلا اديكي او يعني بتثبتي كذا حاجه، واهمها انه مفيش حاجه اسمها ما ينفعش، نقطه، وده بقى يشمل حاجات كتيره قوي يعني. فالاء انا مبسوط بيكي جدا، وكده مبسوط بيكي، نهارك سعيد، وان شاء الله باذن الله في يوم من الايام تكوني هنا بتقدمي بروجرام، سواء هنا او سواء في اي قناه، يعني بروجرام مع الاء عمر كده رياضي بحت. خلاص ميرسي يا رب، ان شاء الله ان شاء الله، واحنا بنتابعك برضو لما ده احسن باذن الله. شكرا لك قوي، كنا معاكم على مدار اليوم على مدار ساعتين، بكره ان شاء الله هنكون معاكم في نفس الميعاد، نهاركم سعيد، سلام.